تعاني مدينة طبرق الساحلية من مشكلة في مياه الشرب بعد أن أعلن العاملون في محطة تحلية المياه الوحيدة في المدينة عن أوضاع كارثية في المحطة بسبب غياب الصيانة وانتهاء العمر الافتراضي لها. محطة متهالكة، لابد أن نبلغه، يعني هذه رسالة للكل. احنا خطبنا كل الجهات الاعتبارية، خطبنا جهات الديوان المحاسبة، الرقابة، الإدارة العليا بخصوص تهالك المحطة وبخصوص عمر الافتراضي. نحن الآن من هذا المنبر نقول أن المحطة نحن خلين مسؤولية عن إيقاف المحطة. المحطة تغذي في 350 ألف نسمة مدينة طبرق وضواحيها، ما فيش مصدر آخر للمياه، ما عندناش نهر صناعي، ما فيش مصادر مياه جوفية، المصدر الوحيد هو المحطة. المحطة متهالكة، المحطة في أي لحظة توقف حتكون كارثة مائية، فعلا حتكون كارثة مائية لو لم تنفذ العمرة. الحكومة قامت مشكورة فعلا برصد أو تسهيل مبلغ 29 مليون لإنشاء محطة رابعة أو وحدة رابعة. مشكلة المياه في طبرق ليست وليدة اللحظة، بل أن سكان المدينة يعانون منها منذ زمن بعيد. ونحن من هالمنبر راهو نخلو مسؤوليتنا، نحن 64 موظف محطة تحلية طبرق، نخلي المسؤولية الكاملة في حال توقف المحطة في أي لحظة. نحن ننذر إنذار شديد أن المحطة في أي لحظة ممكن توقف، وهالناس يقطعها الشر، موت من العطش، لأن ما فيش أي بديل. نحن قمنا بمجهوداتنا حسب إمكانياتنا المتوفرة، لكن راهو نحن خلاص غير قادرين عليه تشغيل المحطة في الظروف الراهنة. المحطة متهالكة، المحطة منتهية، عندنا مراسلات لكل الجهات ونحن مسؤولين عن كلامنا. مناشدات لم تلقى أذانا مصغية لتجعل من الكارثة قائمة، ومن المواطنين في قلق مستمر من انقطاع شريان الحياة عن المدينة.